السي البدراوي مع كل احتراماتي ما كانش خصو يوصل لهذا المواصل، لان الرجاء فريق كبير تيبقى فريق كبير، وحنا كاع الانديه ديال المغرب ما نبغيهمش يوصلوا لهذه المرحله ديال انني نجمع لهم الصينيه نقدروا نجمعوا لشي واحد مات، شي واحد تيحتضر، شي واحد اللي مسكين ما يعني. الرجاء فريق كبير، انا فاش قالوا لي ولا كيجمع لهم الصينيه ما نكذبش عليك، عزيز عليا داك السيد واحتراماتي ليه يعني، ماشي هذا، ولكن هو الدرافات اللي عمر سلعه، ولكن هذا المأزق هذا ما نكذبش عليك ما نقدرش انا بحال دابا الوداد ولا فرقه كبيره في المغرب وتمشي تجمع الصينيه، لا، حنا محبين الفريق كنشجعوه وكنعاونوه بلا صينيه بلا والو، ما كانش يوصل هذا المواصل، كان يجمع الناس يدير واحد الجمع عام استثنائي ويقد الامور بيناتهم، يقول لهم شوفوا كل واحد يعطينا لاباي ديالو وغادي نساعدوا الفريق بلا شوهه بلا فضيحه بلا والو. كتبقى الرجاء فريق كبير، هو كرجل ديال التجاره خصو يربح ما خصوش يخسر وما خصوش يرجع للور، يعني ملي كيشوف راسو وصل لواحد المواصل ديال انه فلاشوت يعني خصو اللي يعاونو واللي يساهم معاه واللي بزاف د الحوايج. النصيحه لسي البدراوي راك عزيز وغالي وهاد البلان خصك تشوف معاه شي حل، ما 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 ديرش هاد الصينيه حيده عليك، دير شي برادتي وعيط علينا ونقصرو كاملين.